في الخبر اللي عندنا ان من ايام تم تنظيم فعاليه لمبادره سكتك خضراء. سكتك خضراء دي مبادره اعتقد يعني ان السنه صحيحه بالنسبه لي هي ظهرت في 2017 2018، والمبادره دي شارك فيها 500 شاب للترويج لاهميه ركوب الدراجات، ومش بس كده اثر ده على الصحه وعلى الاستدامه ومواجهه التغيرات المناخيه في المبادره اللي اطلقت من ايام. كمان تم استغلال الحدث ده للتعريف بالشمول المالي. خلونا نعرف يعني ايه استغلال، بنتكلم على مجموعه بتقتني الدراجات علشان يعرفوا الشباب ويعرفوا الناس بايه هو الشمول المالي. تعالوا نعرف تفاصيل ونقرب من الصوره اكتر من خلال مؤسس المبادره الاستاذ محمد سامي. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح الخير يا استاذ محمد، وبنشكرك اكيد على المبادره الحلوه قوي دي. استاذ محمد يعني حضرتك سامعنا؟ طيب استاذ محمد، انا بس هستاذن حضرتك في البدايه لو نقف في مكان الشبكه فيه افضل عشان نسمع حضرتك بشكل اوضح، ونعرف من حضرتك الاول ايه هي مبادره سكتك خضراء والدافع اللي اطلقها، وان كانت السنه اللي انا قلتها هي صحيحه ولا غلط. برضو حضرتك تاكد لي كان ما بين 2017 2018 كان الانطلاق ليكوا، وصلتوا لحد ايه؟ بالظبط فكره هو استقاء بالبنيه التحتيه للدرجات. نعم. وعطيتنا الدرجات، ركنات الدرجات، ودي كانت الخطوه التمهيديه لمشروع كايرو بايت اللي احنا بنشوفه في الشوارع الكبيره ووسط البلد. طيب استاذ محمد، احنا هنرجع نكلم حضرتك مره تانية، لكن نتمنى ان حضرتك تكون واقف في مكان الشبكه فيه افضل عشان نقدر ان احنا نعرف معلومات وازاي اللي انتوا قدرتوا تغيروا ثقافه ركوب الدراجات في مصر. لان يمكن بس انت في وقت من الاوقات كانت الناس يعني بتبص اللي هو ايه ده، انا هروح شغلي بعجله؟ انا لا، عايز اقول لك وانا جايه الصبح بدري على كوبري اكتوبر بشوف كتير قوي، مش هتبقى رايدز يعني، مش هيبقى ناس كتير، بس بشوف ناس راكبين عجل وماشيين. يعني اعرف مجموعه خدوا العجل بتاعهم وسافروا بيها لغايه السخنه. ف يعني هي بقت ثقافه فعلا موجوده دلوقتي. يمكن المبادرات الشبابيه دي هي اللي بدات ان هي تخلي الناس يبقى عندهم الشجاعه اكتر مره ثانيه. مع بقى احنا بنقول النهارده تغيرات مناخ، تخيلي بقى لو ناس كتيره قررت اللي هي تستغنى عن عربياتها وتروح لاقتناء او فكره اللي هم يركبوا النوع ده من الدراجات، المشاوير القريبه يعني. صحيح. مفيده بدنيا وكل حاجه. اعتقد استاذ محمد بقى معانا تاني. استاذ محمد اهلا وسهلا. كده سامعين حضرتك كويس؟ عايزين نعرف برضو يعني هعيد السؤال. مشروع سكتك خضراء هو تثبيت اماكن ركن دراجات. نعم. ودي كانت الخطوه التمهيديه نحو نظام مشاركه الدراجات اللي احنا بنشوفه دلوقتي في شوارع القاهره وتحديدا في وسط البلد. اتجاه الدوله كله نحو الارتقاء بالبنيه التحتيه للدراجات ونشر ثقافه الدراجات. صحيح. بالفعل احنا بدانا في 2011 وبدأنا نتطور بالفكره لغايه لما وصلنا لمشروع سكتك خضراء في 2017 2018 زي ما حضرتك ذكرت. نعم. ودلوقتي بنحتفل باطلاق مشروع كايرو بايك، المشروع القومي اللي هو هديه من محافظه القاهره بصراحه لكل مرتدي الدراجات ولكل محبي الدراجات. حضراتكم شركاء في المشروع ده يا فندم؟ نعم يا فندم؟ شركاء في المشروع ده كايرو بايك؟ المشروع ده مشروع قومي فيه شريك اساسي طبعا هو محافظه القاهره. نعم. وبرنامج الامم المتحده للمستوطنات البشريه ومنظمه روسوس ويعني مؤسسات المجتمع المدني ككل. فكره ان احنا نشارك في حاجه زي دي حاجه مشرفه جدا وحاجه ليها صدى كبير على غرار الدول الاوروبيه. احنا بقى عندنا نظام مشاركه درجات، احنا بنقول ان احنا مش اقل من الدول الاوروبيه كثقافه درجات. في حاجات محتاجين نطورها، محتاجين نطور منظومه الطرق، ودي احنا شايفينها انه في الفتره الاخيره في تطوير لمنظومه الطرق. في كمان ممشى اهل مصر ومسارات الدرجات اللي موجوده في ممشى اهل مصر، فبنلاقي ان في تطور وطفره في الارتقاء بالبنيه التحتيه للدرجات ونشر ثقافه الدرجات الفتره دي. احنا بندمج المحتوى الرياضي بمحتوى ثقافي او اثري او سياحي او توعوي. ومنها من ايام قليله كنا بنحتفل باليوم العالمي للشباب،
ومبادرة البنك المركزي للشمول المالي، فهو دمج المحتوى الرياضي بمحتوى توعوي، وكان هدف هذا الماراثون هو التوعية بفوائد الشمول المالي على الفرد والمجتمع وأهميته على الفرد والمجتمع وبالأخص الشباب. محمد، يعني احنا مبسوطين قوي انه المبادرات دي خلت الناس تاني ترجع تهتم بالرياضة دي، لأنها مهمة جدا وحلوة قوي، وكانت مقترنة بس بالأطفال. يعني النهاردة قادرين نشوف شباب كتير قوي مش بس بيطلعوا رايدز، لا كمان قادرين يروحوا شغلهم، قادرين يبتدوا من نفسهم ويغيروا، وده بيساعد في حاجات كتير قوي أبسطها المناخ مثلا. يعني كل الشكر ليك محمد سامي، مؤسس مبادرة سكتك خضراء، وفي الحقيقة احنا محتاجينك تكون معانا إن شاء الله في حلقة من الحلقات عشان تكلمنا أكتر عن المبادرة دي، ونوعي الناس أكتر عن أهمية ركوب العجل من جوانب كتيرة قوي زي ما أنت قلت يا أحمد، يمكن جوانب بدنية، وكمان تغيير المناخ أو تغير المناخ اللي احنا بنناشد أن الناس تقلل من استخدام عوادم السيارات. وي 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 عامة صحيا، صحيا أقل حاجة ومفيدة وكل حاجة وجميلة. يعني كانت رياضة حلوة أكيد بنستمتع بيها وإحنا صغيرين.